المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تفقد اللمسات الأخيرة لأعمال التشطيبات، وده في الوحدات السكنية في الحي اللاتيني بمدينة العالمين الجديدة علشان يبدأ تسليمها للي حجزوا فيها. وزير الإسكان الحقيقة شدد على ضرورة أن يكون مشروع الحي اللاتيني في أبهى صورة ليه، بالتأكيد بتتلائم مع أجواء العالمين الجديدة، كمان اختيار أفضل الشركات للتشغيل والصيانة وتقسيم المشروع لمناطق مختلفة يتم الانتهاء منها على مراحل بشكل كامل، وتكثيف أعداد العمالة والعمل في ورديات على مدار 24 ساعة، وعدم السماح بأي تهاون أو أي تقصير. نتعرف على المتابعات الخاصة بوزير الإسكان مع المهندس عمرو خطاب متحدث وزارة الإسكان. برحب بيك مهندس عمرو. مساء الخير يا فندم، برحب بحضرتك والساده المشاهدين، اهلا وسهلا. مساء الخير باشمهندس. وطبعا لما بنتكلم عن العالمين الجديده والمشروعات الخاصه بوزاره الاسكان بنتكلم عن مشروعات بتلائم جميع الطبقات، يعني في سكن لكل المصريين وسكن مصر، في وحدات ساحليه وغيرها، لكن نتكلم شويه عن الحي اللاتيني ومتابعه معالي الوزير للتطورات اللي بتحصل في الحي وتوجيهاته النهارده. طبعا يا فندم يعني في متابعه يعني قريبه جدا من سياده الوزير المهندس شريف الشربيني منذ ان تولى حقيبه وزاره الاسكان من فتره وجيزه، ودي ثالث زياره على اسبوعيه لنفس المشروعات في المدينه. الاهتمام الشديد جدا بتوجيهات فخامه الرئيس للقياده السياسيه ودوله رئيس الوزراء بان ان شاء الله يتم تسليم الوحدات السكنيه لكل الحاجزين في اسرع وقت ممكن. طبعا اولهم وكان اول زياره النهارده في صباح الباكر كان الحي اللاتيني، وده من اجمل الاحياء اللي تم تنفيذها في المدينه. بالفعل زي ما تفضلتي المدينه فيها العديد من المشروعات الاسكان المتنوعه اللي بتناسب كل شرائح المجتمع. الحي اللاتيني طبعا من المشروعات الرائعه اللي انشاتها وزاره الاسكان، فيها مشروعات سكنيه، عمارات، وحدات سكنيه، وفيها فيلات، وفيها كمان مشروعات جاهزه للاستلام ان شاء الله في فتره قريبه جدا. كان برضو من اهم المناطق اللي زارها الوزير سياده الوزير النهارده المدينه التراثيه، ودي من هتبقى من افخر المناطق السياحيه والترفيهيه والسكنيه في المدينه، وفيها بعض المنشات بالفعل اشتغلت في مهرجان العالم عالمين السنه دي زي مناطق المسرح المفتوح والسينما وغيره. وطبعا تعليقا على كلام حضرتك، سياده الوزير لتاني مره في الاسبوع التالي بيزور مشروع سكن كل المصريين وسكن مصر. علشان يتفقد العمل ويشوف خط سير العمل مع الشركات، ولو في اي شركه في اي معوقات بيذلل المعوقات واحنا واقفين في الزياره، وبيتناقش مع الشركات على كل التفاصيل، مواعيد التسليم، تواريخ تسليم زونات كامله. احنا النهارده عندنا يمكن 7000 وحده سكنيه تم تفقدهم النهارده، بخلاف طبعا ال 5000 وحده اللي كانوا في مرحله سابقه قبل كده من سكن مصر وسكن كل المصريين والاسكان ذو الطابع الساحلي. احنا بنتكلم في ثلاث انواع اسكان بدا تنفيذهم في المدينه قبل اي انواع اسكان اخرى بتتوجه لشرائح المجتمع المختلفه منخفضه ومتوسطه الدخل. النهارده لقينا بعض المشاكل مع بعض الشركات، سياده الوزير تدخل فيها فورا مع الشركات وعمل عقد اجتماع مع كل الشركات المنفذه عشان يعرف ايه المشاكل اللي بتقابلهم سواء من توفير خامات او عماله او تنظيم الموقع او خلافه. وبالتالي الموضوع كان فيه حركه عن الاسبوع اللي فات بكتير. الحمد لله برضو من الحاجات المهمه ان النهارده تم الاعلان عن تواريخ تسليم قريبه جدا في شهر اغسطس وسبتمبر واكتوبر ونوفمبر. ده بالنسبه لاني مشروعات مهندس عمرو؟ مشروعات الحي اللاتيني يا فندم ومزارين وسكن كل المصريين. فحضرتك عارفه طبعا الوزاره بتنفذ انواع مختلفه من الاسكان. سكن كل المصريين دي المرحله اللي تم تنفيذها والاعلان عنها من حوالي سنه ونص تقريبا، الحمد لله احنا في مرحله هتتسلم ان شاء الله قريب. والحي اللاتيني برضو تفقدوا سياده الوزير على بعض الوحدات اللي جاهزه للتسليم ان شاء الله الشهر القادم ان شاء الله. وطبعا في خطه هتم طرحها فيها مواعيد التسليم بالكامل لكل الزونات. والاهم من ده كله ان سياده توجه النهارده ان دايما يكون في قبل التسليم شركه اداره وتشغيل وامن وصيانه لجميع المنشات وجميع المرافق وايضا اللاندسكيب والمزروعات. فمن دلوقتي من قبل ما المشروع يخلص بيكون في شركه فاسيلتي مانجمنت او شركه اداره مشروع بتحافظ على المزروعات، بتحافظ على المسطحات الخضراء، بتحافظ على الخدمات، بتحافظ على المرافق العامه اللي موجوده، بحيث ان الساكن مجرد ما يسكن في وحدته السكنيه هيلاقي شركه اداره موجوده بيكلمها لو حصل اي عطل او حصل اي مشكله سواء اثناء التسليم او بعد اقامته ان شاء الله وتسليمه الشقه واقامته هو واسرته في
في الوحده السكنيه. مهندس عمرو، يعني ايه المخطط في الفتره اللي جايه لمنطقه العلمين الجديده، بالاضافه طبعا للمشروعات المتعدده اللي اتكلمت عنها وكتير منها من خلال مبادرات رئاسيه وتوجيهات من القياده السياسيه في مصر؟ طبعا حضرتك انت عارفه، يعني حضرتك بتتابعينا باستمرار وسيادتك بتتابعينا انه بيبقى في المدينه دي بقت الحمد لله بقت مدينه سكنيه بتتميز بمقومات السكن طوال العام، ما بقتش مدينه مصيفيه، وده اللي رصدناه على مر السنين اللي فاتت، وبدا يبقى في فعلا توافد للسكان، في جامعات اشتغلت، في مراكز صحيه اشتغلت، في يعني المنطقه اللي سيادتك بدات بيها الحوار اللي هي منطقه الحي اللاتيني، في كنيسه ومسجد، في قاعات للثقافيه، في انشطه، في يعني غير الانشطه الصيفيه اللي شغاله حاليا، في كمان انشطه طوال العام موجوده بتحقق السكن الدائم في المدينه، بالاضافه طبعا للمنطقه الصناعيه اللي هيكون فيها صناعات بيئيه مناسبه للمدينه، اللي هتبقى برضو قاعده اقتصاديه قويه جدا لتنميه أكيد. المدينه بشكل متسارع جدا ان شاء الله، بتتناسب مع وتيره الانشاءات الضخمه اللي مرت عليها المدينه الفتره الاخيره. اكيد قاعده اقتصاديه وكمان فرص عمل لشباب كتير يجوا لمنطقه مزبوط. العالمين الجديد بالتاكيد. مظبوط يا فندم، مظبوط. انا بشكرك، شكرا عمل. بشكرك شكرا جزيلا مهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزاره الاسكان، ومكملين معاكم.